السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن برنامجين الواحد استخدمهم لاستعادة الملفات اللي تم حذفها أو اتلغت بقالها فترة هو ريكوفا ودوت وتست ديسك. فكرتهم ببساطة إن أنت بس بتشغل البرنامج وتعمل سكان، فهو يبدأ يجيب لك الملفات اللي اتلغت، فتقول له ريكفر فيبدأ يرجع لك الملفات ديت. تمام، في نسخة مجانية وهي كافية. لو أنت عايز حاجة أدفانسد، في بعض الحاجات مش عارف ترجعها، تقدر تشوف النسخ اللي هي بفلوس. ودوت برضو تيست ديسك بيراجع بعض الحاجات. الاتنين دول مجاني، بتبدأ تتعلم على الديسك بتاعك، بيشتغل على الويندوز وعلى لينكس. تقدر تختار الحاجة اللي انت عايز ترجعها. الاتنين دول ممتازين جدا في استعادة الملفات.